السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جاي لكم فيديو جديد، أخوك عبده. هنعمل وصفة سهلة وبسيطة، تنفع فطار تنفع عشاء، ما شاء الله يعني وصفة الكل هيعملها إن شاء الله. طبعا الوصفة متكونة يعتبر بطاطساية وبطين، وابن محمد راح يجيب موتزريلا، وطبعا هنعمل على ما هو يجيب. هنقطع البطاطسية مربعات. صور يا أم زكريا. طبعا أم زكريا معكوا يا ولاد. هقول ايوه يا ولاد، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ طبعا احنا هنقطع البطاطسية مربعات. البطاطسية جامدة أوي. السكينة اللي تلم. اه هيقطع يا جماعه البطاطس. انا والله ما اعرف هو هيعمل ايه، ولقيته جايب البطاطس طبعا لسه هيلبسها. والبيض. هي وصفة سهلة، ده البطاطس البطاطس بتجري منه. حطيه بس كل ده هيتغسل. طبعا هو عملها، قطعها يعني قشرها وغسلها، وبعدين هيرجع يعملها تاني. بتقطع مربعات. بتقطع مكعبات كده بالشكل ده يعني. اه وبعدين هتعمل فيها ايه يا عبد؟ بعد كده ان شاء الله تتقلي. هنحمرها في الزيت و... اه اه ان شاء الله. الوصفة ما شاء خلاص الله. يبقى الوصفة معاك واحدة واحدة يا جماعة اه بإذن الله. يبقى معانا هنا أول البطاطس. البطاطس طبعا هو محمد راح يجيب موتزاريلا الموتزاريلا وجاي. وجاي. اه لقيته بيقول لي عايز جبنه موتزاريلا، فطبعا ما كانش عندي، اللي عندي رومي رومي وشيبر، فقال لي لا انا عايز موتزاريلا. طبعا البطاطس لازم تتقطع كده مربعات، ايوه تمام. وطريقتها سهلة، طريقة سهلة يا جماعة، الوصفة سهلة خياري الجميع. تنفع فطار وتنفع عشاء. اه طبعا احنا عاملينها بنعملها كده علشان ايه؟ تتحمر وتستوى كمان حلو عشان بسرعة. متبقاش نية في ال خلاص. طبعا هنحضر الحاجة ونرجع لكم تاني. ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني. هيحط بقى البطاطس في الزيت تتحمر. نقطعناها قطع كده وحطيناها في المصفى. صفها في المصفى بالشكل ده. ما يبقاش فيها مية. وبعدين نحمرها. نحمرها كده يا جماعة. اه لازم تحمر. تستوى يعني. اه يعني مش مثلا نص سلق، لا. لا تستوى خالص عشان طبعا. انا ممكن احط الكمية بس مش هتاخد راحتك. هو يتحمر حبة حبة لما تستوى. اه يعني عشان تاخد راحتك في الحمار والسوى كمان. طبعا احنا هنوريها لكم برضه لما تخلص ان شاء الله باذن الله. بأمر الله. كده يا جماعه احمرت بالشكل ده كده. طبعا هنطلع اول دور. ابي اطلعها حسب عشان سخن. طبعا عافيه اللون الذهبي كده. اه يا جماعه بالشكل ده كده اهي، لونها جميل. طبعا لازم يتقطع مربعات عشان البطاطس اللون دول يا جماعه جميله والله في السوق ورخيصه جدا. اللي حابب يعني يجيب ويخزن بقى للشتا. بطاطس جميله ورخيصه خالص. لو الوصفه دي كمان فتنفع بقى دفى وحلوه يعني. تنفع شتا وصيف صح؟ ما هي تتاكل سخنه عشان الشتا. هنحط غيرها يا جماعه ونرجع لكم تاني. طبعا بعد ما قلنا البطاطس بقى بالمنظر ده، حطها في فضوله صغيره. طبعا هتعمل بقى ايش عبده؟ لا ده حاجة بسيطة يعني سهلة، وكل واحد نجيب بطين. أهم حاجة نجيب البطين كده نقشنهم على البطاطس. البطاطس هتطلع حلوة في الآخر يعني؟ بأمر الله إن شاء الله. بأمر الله. بطين كده يا جماعة، وملح وفلفل. يعني فلفل ده كان فلفل وملح وملح، كله نطرات يعني حاجات بسيطة. عشان ما تبقاش حد طبعا. طبعا هنقلبهم. هنحضر المقلية ونرجع لكم تاني. كده يا جماعة حطينا حتة معلقة سمنة بالشكل ده اهي. طبعا هنستناها لما تسيح. هنسيح عشان نحط بقى المكونات بتاعتنا عليها ان شاء الله. بعد ما حطينا السمنة وساحت، طبعا بننزل بالبيض يا جماعة بالشكل ده اهو. البيض والبطاطس. طبعا هو عامل في حاجة ضيقة عشان تبقى قرص يا جماعة تخين. قرص طبعا. انا جبت له المقلية قال لي لا انا عايز حاجة ضيقة تبقى محكومة.
فعمل طبعا في المقلاية دي هيحط الموتزاريلا اهي موجودة، وبعدين هيحط بقية اللي هتحط دي فوق ده. طبعا لازم تكونوا موطيين النار يا جماعة عشان الوصفة ما تتحرقش طبعا من تحت اكيد. لا فهو موطي عليها وهيغطيها من فوق ويسيبها تستوى ونقلبها. خد الموتزاريلا كمان. ما عادش عايز؟ لا خلاص تمام. هي الموتزاريلا كتير يعني. طبعا هنغطي عليها. هنغطيها ونسيبها يا جماعة لما تستوى ونرجع لكم تاني. رجعنا لكم تاني بعد ما شاء الله يا جماعة. شوفوا بعد ما طلعت بالشكل ده اهي. شايفين بقى والجبنة اللي في قلبها اهي. ما شاء الله ما شاء الله. وتقطع زي ما انتوا عاوزين. اربعات اهي. بس طبعا هو بتاع بايده واحده ماسك في ايده ايده الثانيه فيها خضره. اللي هيظبط بقى اللي هيزوق بيها. شوف الموتزاريلا يا جماعه بتمط ازاي اهي. بس هو طبعا بيعملها بالسكينه اهي. فيها البطاطس يعني غنيه متكامله يا جماعه. وجبه حلوه وجميله للاطفال طبعا. هيزوق طبعا الطبق عشان يبقى المنظر العام. هو حلو من غير اي حاجه. هو والله شكله بص ما شاء الله يعني. انا ما كنتش عارفه. تسلم ايديك يا شيف عبد. لا انت البركه فيك يا ام زكريا. الوصفه يا جماعه دي فطار او عشاء، وممكن برضو جنب الوجبات اللي هي بتاعت الغدا تتعمل. هنحط كمان مخلل يا جماعه. ده قرنبيط مخلل. ده جزر. وده لفت اصفر وكركم وخيار وجزر بالشكل ده كده. وهو الطبق يا جماعه. ايه رايكم بقى في الطبق اللي الشيف عبد عامله؟ انت البركه في بقى الفهنة اللي يعملوه واللي ياكله. طريقه بسيطه وسهله. وجبه كامله متكامله يا جماعه. اولادكم تحبوها كمان. والف هنا اللي يعملها. عاوزه تقولي حاجه يا ام زكريا؟ لا يا رب تكون وصفاتنا خفيفه عليهم ونشوفهم على خير دايما يا رب. سلام للجميع.